حمدتك يا ربي وشكرتك، حمدتك يا ربي وشكرتك، حمدتك يا ربي وشكرتك. هذا ماشي الفوتو ديال الدار، هذا ماشي الفوتو ديال دارنا. حمدتك يا ربي وشكرتك. اختي اختي عندك ديري هادشي في الدار اختي. اي لينا الاحساس ديالك انت وانت دايره هادشي. بسم الله عليك. اوكي اوكي كوينتانوس سنيوريتا لونا كومو تي سينتيس اورا. عاود لينا احساس كنت دايره هادشي. كتحسي بالراحة ياكي؟ واخا. تخيلوا معايا صاحبتي تزرفات لحقاش هذاك الخطرة فاش جيت لألمانيا أنا ماشي بزاف كاين البرد 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 وهاد الخطرة هذه فاش جيت ما كاينش البرد. أنا خارجة وعاد خارجة بالصندالة وما دايراش الكبوط وما كاينش البرد وما غاديش تيقوني لابسة هادي على اللحم والله ما كاين البرد. صاحبتي اشنو وقع ليها؟ جابت فاليزه عامره بحوشتو وتقول بات. انا جبت جوج شرايطات حيت سبحان الله قلبي علمني كيف ما تعلمني على البشر تقول هذا الانسان ما مزيانش لك، هذا الانسان راه باغي يضحك عليك بحال هكا. سبحان الله كان عندي احساس ان هذا الشيء ما غيكونش كاين هنا بزاف البرد. وها يا ربي ما يجريوش علينا من هذا اللوطيل باقي لينا يومين فيه. البراهج دايرين حاله في الريسبسيون. وزيدوا اختي زيدوا وزيدوا وزيدوا انت تدوري ويلي الشوها صافي مشينا فيها في خباركم غادي يقدروا يجريو علينا. زيدي انا 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 زيد لا لا ماما ديري ال11 ديري ال11 ويلي الشوها هنا. الورا موزاموغ دابا انا ما عرفتش كيفاش نهضر معاكم بالالمانيه. جيت نوريكم شنو شريت من الالمان. ماشي شنو شريت زعما تقدري اشنو اختي يا مامي ماما اختي راني فاتت بلاتي اختي بلاتي وبلاتي اختي ما ديريش ليا العقص بلاتي كرما لا بيكينيا انا اختي لا لا بيكينيا واخا يلا خليني نوريها للناس. المهم خديت الشيبس هذه ليا انا وصاحبتي والبعالك كاينين ثلاثه البعالك خديت ليهم الصغيوره. ها وحده ديالك اجي حفصه بنت عبيد اجي لنا قولي نعم هذا كبير داوية بنت عكي هذا كبير قولي نعم يلا شديتي الشوا يلا هذا كبير بغيتي الكبيرة الكبيرة فيها البعاب فيها صراخ الزيت يا بنتي والله قلت لكم هذا كبير هاي. المهم خديت بعض الاشياء اللي جاوني غراب بزاف ما كاينينش في الاسبان اوبيو راه اي دوله كتلقاي فيها اشياء مختلفه على الدوله الاخرى. بحال دابا في طالين كنلقى فيها بزاف ديال لي برودوي طاليانيين ما عندناش حنا في الاسبان. دابا في المان لقيت شي لي برودويات اللي لفتوا الانتباه ديالي. اول حاجه هي هذا هذا الشاي هو استاتيل هذا هذا ديال المان وديالكم ديال الطاليان في الشكل خديت هذا اشنو اختي لوكيرو لوكيرو ما في بدركانينا واخ يا شحال الموبيل غنديرو لها بطروجة كاملة ياك فالي البيت تاعي نوكي بسكوت شارت. المهم خديت هاد الشاي هذا بالمانغو هذا بالمانغو بهاد الفخوية هادي معقدتش على سميتها. خديت ديال المانغ خديت منو جوج خديت هذا ديال الشيكلي ديال المسكة المسكة في الغوز. انا اي حاجة كتكون في الغوز تلفت انتباهي. وهذا حتى هو ديال المانغ خديت ثلاثه خديت تقاوت اختي مشات مني القوه في هاد المانيا خديت ليا هادو باش نشدو النميمه انا وصاحبتي وناكلو. شوفي سبحان الله دايرين فيه زعما شربيه وانت كتشيشي. واو ما عندناش غير شيشه انتم زعما فاش تكوني كتشيشي شربي منه ما فيش الكول هذا غير اتاي الشاي. خديت هاد الشاي هذا هو بحال هذا ولكن داير هكا. هذا ديال الليمون خليها تهضر وهذا ديال الفريز. دابا هذا بحال هذا انا عجبني الباكاجين حمقني. المهم خديت هاد الشاي هذا بالمانغ هذا بالمانغو بهاد الفخويه هذه معقدتش على سميتها. خديت ديال المانغ خديت منه جوج خديت هذا ديال الشيكلي ديال المسكه المسكه في الغوز. انا اي حاجه كتكون في الغوز تلفت انتباهي. وهذا حتى هو ديال المانغ خديت ثلاثه خديت تقاوت اختي مشات مني القوه في هاد المانيا خديت ليا هادو باش نشدو النميمه انا وصاحبتي
وناكلو. شوفي سبحان الله دايرين فيه زعما شربيه وانت كتشيشي. واو ما عندناش غير شيشه هانتوما زعما فاش تكوني كتشيشي شربي منه. ما فيش الكول هذا غير اتاي الشاي. خديت هذا الشاي هذا هو بحال هذا ولكن داير هكا. هذا ديال الليمون خليها تهضر وهذا ديال الفريز. دابا هذا بحال هذا انا عجبني الباكاجين حمقني. وخديت واحد الحاجه مهمه اللي كتموت عليها لونا وغنقسموها ثلاثه بهم. خديت باتيدو ديال الشكلاط وباتيدو ديال الفريز. لونا شوكولاتة فريزا بيسا واخا انا. وخديت هذا ليا انا بغيت نجربه. المهم نشربو انا وكنعرفكم عارفين الدراري الصغار اللي شافوا عندك شي حاجه بغاوها خصك تعطي عليهم. هذا سوا عصير ديال الشجر كبير. انا كنمشي بغيت نقول الحجم كبير بحال هكا زوين. وهذه خديتها لبعلك باش يفطروا بها. هذوك لي بيسكوي ديال البرينسيبي خديت وحده لواحد ولكن حتى الصباح حتى ما عطيتلكم بلا ما تخرجوا عينيكم دابا. شوفوا ديزولي خديت ثلاثه هذه للفطور هكا يشربوا الحليب ويفطروا. صافي خذي لهم مشتريات. راه هادشي حتى 43 اورو يا اختي. اش تكديتي ليا بنتي؟ صافي بنتي اختي. ماما كيكو وبيسا. كي كيريس؟ كيكو وبيسا. استي دي فريسا؟ ناخذ. يلا شوف هاي الدودي يا بنتي. تي غوستا؟ كي ريكو. الناس كيبداو العام بالحب بالحنان بزاف ديال الحوايج زوينين. سبحان الله انا الوحيده اللي كنبدا العام كنبداه زوين ولكن ضروري خصني في الليل نكملها بتشريت ربح. شوفوا والله العلي العظيم الا كاين بزاف الحوايج في السوشيال ميديا ما غتفهموهمش. بزاف ديال الحوايج كيوقعوا ما بين بنادم وبنادم ما غتفهموهمش بحال الحوايج اللي بينه وبين تمساح. ما غاديش نذكر سميتو لان صافي طلع لي الدم. كنا دايرين انا وياه باش غادي يجي عندي لالمان وغندوزو هنا راس العام. وكنت اللي كتهضر قدام الناس في اللايفات كتعايبني وكتقول لي انا ساحره ليك. انا ما ساحراش ليك. شكون اللي داير لك السحور؟ شكون اللي جلح لك السحور في العتبه ديال دارك من غير هذيك الشرفه الهافه هذيك المعقوفه اللي جالسه دايره فيها عندها 16 عام وهي في عمرها 71 عام هذيك فاطمه ولا خريمه. ماما راني مشغوله كنهضر في موضوع الوحريش بالي. يعني تخيلوا معايا اخوتي هاد السيد ابر انه شوفوا نتوما ما غتفهموش علاقتي اللي مع هاد السيد هذا ما غاديش تفهموها لان ماشي بوز ماشي حتى شي حاجه من داكشي اللي كتخيلوها على عقلكم. بناتنا شي الحوايج اللي انا ما بغاش نهضر فيهم في السوشيال ميديا حيت كيبقاو اشياء اسرارنا. اسرارنا مستحيل نهضر فيهم في السوشيال ميديا الا انا ضهو هضر العيب والعري لما حتى انا ما هضرتش ولكن ما نقدرش نهضر. بيني وبينو اسرار كاين شي الحوايج اللي ما غاديش تفهموهم اللي شركنا انا وياه الطعام هضرنا في بزاف المواضيع ديالنا انا وياه ماشي الخدمه ماشي السوشيال ميديا شي حاجه انتيم ديالي انا وياه. فما فهمتش اخوتي علاش تدير ليا بحال هكا. هذيك الخطره مدخل عنده هذيك الموسخه حاشاكم مدخلها جايه شاده الطياره قالت لك حقا باغا دير سنان والدكتور لقى لها سنانها بيرفكت. سيري حبيبتي راه هو تامل ما غاديش يكويك. اسيري بحالاتك حبيبتي. ما ما فهمتش ويلي واش نتوما صفابا دي لا تيت واش نتوما شفتوا السيد غادي معايا مزيان. انا وياه ما بغاش نهضر في الموضوع. بزاف الحوايج انا تنخدم عليهم مع هذا السيد هذا تنخدم عليه بزاف ديال الحوايج اللي بداو تيعطيو المفعول فاش كنكون انا معاه. بزاف ديال الحوايج يعني صراحه فاش كنكون معاه كيكون مرجل كنحس معاه بالرجوله كنحس براسي. شوفوا ما غنهضروش عليه كراجل ولا النعاس هادشي راه ما كاينش. كنحس براسي بحال انا مع خويا. انتوما اللي كضروا به غير كتزيدوا تزملوه من الاخر. انا فاش كنكون معاه كنحس به راجل كنحس به اخ كنحس به قوي قدامي. راه فاش كيكون معايا ما عرفتش كنحس بواحد الاحساس غريب. دابا انا بين كيفقصوني في السطوريات زعما لاصقه فيه تيطق. خوتي انا ما نكذبش عليكم اقسم بالله العلي العظيم غادا نمشي لتركيا. صافي انا غادا نرجع لمدريد غادا نمشي لتركيا غادي نفك مع حيت بيناتنا شي الحوايج ما نقدرش نهضر عليهم شي حاجه انتيم بزاف كاينه بيني وبين هذاك السيد ولكن هو ما تيوقرش ما تيحترمش. انا غادا نفكها معاه ان شاء الله لان ما يمكنش دير ليا هاد السول برايس مصيفطني انا لالمان وانت غادي لبروكسيل. ما فهمتش انا ما فهمتش
انا ما فهمت شرح ليا. انا مصيفطني للالمان سيري يا حبي انا جاي. جيت انا للالمان انت درتيها اش زعما ما فهمت ما هو الهدف شنو باغي تستافد من هادشي. انا قلت لك شحال مره غادي تخسرني. انا الا بغيتك كنبغيك من قلبي كنبغي لك الخير كنبغيك تكون مزيان كنبغيك تخدم والحمد لله راك خدام. قبل ما تعرفني انا كنت خدام والناس كتثق فيك والخدمه ديالك هي اللي كتخلي يعني الناس تبغيك وتموت عليك. ابر انك انسان معقول وما كتغش وما كتديش ديال بنادم ولكن كدير معايا هادشي. انا ما غاديش نهضر في الموضوع خصني نمشي نتعشى حتى شي حد ما غادي يعكر لي الجو ديالي ان شاء الله. اليوم انا بديت النهار الاول ديال العام بالضحك والنشاط وغادي نبقى ان شاء الله نشيطه وفروحه وفرحانه الحمد لله. اللهم لك الحمد يا سيدي يا ربي. نبداو وحنا سعداء. سمحوا لي حيت ما قدرتش نصبر شفت هذيك التصويره ما قدرتش نصبر خرجت على الوعي وهضرت. ميك اعتذر من الجمهور ديالي عفاكم كملوا هذه الليله زوينه باش ان شاء الله تكون بدايه سنه زوينه.